8000 درهم. 8000 درهم ماشي غالي؟ لا ما غاليش. هذا 7500. كاين مليون و200، كاين مليون و100، كاين 9000، كاين 1200 درهم، كاين كلشي غير عيد هذا. 6000 درهم ما حشمتيش تقولها. مالو اللي ما نقولهش؟ علاش 8000؟ انا شري موتور لابني يخدم. هذا 12000. 10200. مليون و200. مليون و200. اللهم بارك، اللهم بارك. مليون و200. متابعي موقع طنجة والأوفياء، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في سوق المشية اللي كاينه في مدينة طنجة. حنا كاينه في السوق باش نشوفوا أكبر وأغلى حوالة كاينه هنايا في طنجة، خليكم معنا. فين هو أكبر حولي عندك هنايا؟ راه كول بحال بحال ها هو ها هو ها هو. هذا أكبر حولي؟ شحال الثمن؟ 400. هذا 400؟ اه 4000 درهم. بالنسبة لك يعني الثمن مناسب الحولي الساهل 4000؟ اييه من عام غاسي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عصقتك شحال سوي هذا البراك؟ هذاك خويا كنطلبوا فيه 8000. 800 درهم. 800000. 8000 درهم. 60000. 8000 درهم. 8000 درهم. ماشي غالي؟ لا ما غاليش. ما غاليش اصاحبي والله ما غالي. هذا غالي. شو الحولي بعدا؟ راه حولي مليح وصردي. هو انا باقي ما سالكش، ما كيسولوك، ما عطاوش ليا. شمن جهة ما جات الحول؟ لا سيدي بالنور. لا سيدي بالنور. اخر ثمن ديالو شحال؟ اخر ثمن ديالو كنطلبوا فيه 7000 درهم. 7000 درهم هو ثمن ديال البيع ديالو. 4 سنين في عمره. اه في عمره. رباعي. رباعي. 4 سنين. اه غالي السرد دائما غالي. راه سولاله وكل شيء هذا. راه كان سولاله ما يبيعوا لك مليون ونص. سولاله باش واخد مولاه. بايت خاد مليون ونص. 8000. 8000. 8000. 8000. 8000 درهم. ما حشمتيش تقولها. مالو اللي ما نقولهش؟ علاش؟ راك ما حشمتيش تقول 6000 درهم هذا. ها هو شوف الا كان خايب ما ديش. ودابا دابا هذا الحولي ب 600000 فرنك ما يستاهلش 600000 فرنك. بنادم الظروف ما كتساعدش دابا حتى ب 1500 درهم انسان يشري الحولي. شوف هذا 8000. ما تستاهلش هو هذا ب 6000. دابا هذاك 8000. 8000 انا شري موتور لابني يخدم. لا 8000 درهم كيفاش جات؟ لا 8000 درهم ما نكذبش عليك. ما نعطيهاش وسيختو في هاد الساعه هادي ظروف راه مزيره. ظروف مزيره. الانسان راه 1500 درهم وصعيبه عليه باش شري انا هذا. شنو نعمل له كوادرو ولا؟ وكيف ما شفتوا معنا لحد الساعه راس السوق اللي جبرناه الثمن ديالو 8000 درهم. قال لك كاينه شي حاجه اللي وصلها لمليون ومليون ونص. خليكم معنا باش نكتشفوا واش كاينه بصح الثمن هذا ولا ما كايناش. السلام عليكم. سلام. شحال عملت بركات؟ هذا 12000. 10200. مليون و200. مليون و200. اللهم بارك، اللهم بارك. مليون و200. تبارك الله. ماين هذا؟ شمن جهه؟ سيدي بالنور. سيدي بالنور. دكالي. حد الان، حد الان هذا اغلى حولي جبرنا في السوق مليون و200. اللهم بارك. هذا جا البارح هذا الحولي. اه البارح هذا وصل لطنجه. هذا البارح هذا وصل لطنجه. عاد شحال من عام؟ عنده 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. هذا ما تلقاش خو هذا. الا بغيتي حولي ما تلقاش بحال هذا. دابا يعمل هذا راه حولي مليح. يعني اغلى حولي في السوق. اغلى حولي هو هذا. كان اغلى واحد كان 9000 درهم. هذا مليون و200. هذا مليون و200. كيف ما شفتوا دابا جبرنا الحولي راس السوق. هو الثمن ديالو مليون و200. خليكم معنا ونشوفوا واش باقي كاينه شي اثمنه غاليه على هذه اولا هذا اللي كاين راس السوق. خليكم معنا. او بسم الله. او ربي ربي ربي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شحال الثمن هاد البركات؟ هذا 7500. 7500. اه تبارك الله. شمن جهه؟ جهه دكالة سيدي بنور. دكالة سيدي بنور. واخا ندورو هيدا شي شوايش باش تبان. شحال في العمر ديالو هذا؟ هذا 3 سنين في عمره. 3 سنين؟ اه 3 سنين. تبارك الله. اه خرب سفيان عندك. شحال الثمن هاد البركات؟ هذاك 750. 7500 درهم. اه
تبارك الله. شحال في العمر ديالو؟ عام ونص عندي. تبارك الله، شمن جهه هذا؟ دكاله. تبارك الله، دكاله فيها الخير. فيها الخير، انا هو مول حولي مول 10000 درهم اللي تباه هنا. يعني اول حولي كانت 10000 درهم ديالك؟ 10000 درهم ديالي، اغلى تباع. حولي تباع في طنجة. تباع. دابا حاليا كاين مليون و200. كاين مليون و200، كاين مليون و100، كاين 9000، كاين 1200 درهم كاينه، كلشي غيعيد هاد العام. كلشي عيد، ما كاينش شي واحد يبقى بلاش. شكرا بزاف. هاني ودي المرض. المليح كاين. والناس باقا قاهرة الغلام بغات تجي تشري. والله يحسن العون، كل اللي راه الناس الله يحسن العون، المواطن تا هو الله يحسن عونه، تا هو راه عنده الأزمة. شكرا بزاف، بارك الله فيك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.